أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تبعات احتجاز جماعة الحوثي لسفن كوريا الجنوبية كانت تبحر في البحر الأحمر. أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية مدمرة قبالة السواحل اليمنية بعد اختطاف ميليشيا الحوثي لثلاث سفن. وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب قالت أن المدمرة كانغ كام تشان والتي تقوم بمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية تتحرك إلى مكان الحادث بالقرب من جزيرة كامران، وأشارت إلى أن المدمرة من المتوقع أن تصل يوم الخميس. ونقلت الوكالة الكورية عن مصدر في وزارة الخارجية أن المدمرة ستتعامل مع الحادث بمرونة اعتمادا على الوضع، بينما ستتعاون الحكومة بشكل وثيق مع الدول الحليفة لإنقاذ مواطنيها. نتوقف عند هذا الخبر لنناقش في محورين: ما هي التبعات المحتملة لهذه الحادثة؟ وما الذي تسعى إليه ميليشيا الحوثي من خلال تهديدها للملاحة الدولية؟ ما كان يروج له عن خطر تشكله ميليشيا الحوثي على طرق الملاحة الدولية أصبح واقعاً وحدثاً تتفاقم تبعاته. وآخر ما استجد في هذا المنحى احتجاز الميليشيا لسفينتين كوريتين بالقرب من جزيرة كامران اليمنية. المتحدث باسم التحالف العقيد التركي المالكي أعلن قيام ميليشيا الحوثي باختطاف السفن جنوب البحر الأحمر، وقال المالكي في بيان إن مسلحين حوثيين كانوا على متن زورقين هاجموا السفن التي تملكها إحدى الشركات الكورية أثناء قيامها بعملية حفر بحري، وأوضح بأن المختطفين ينتمون إلى جنسيات عدة، مؤكدا على أن ميليشيا الحوثي مسؤولة عن سلامة أفراد الطاقم بحسب القانون الدولي. وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهام قالت إن الحوثيين احتجزوا سفينتين كوريتين وثالثة سعودية على متنها 16 شخصاً من ضمنهم كوريان جنوبيان. وذكرت الوكالة أن السفن ترسو حالياً في ميناء صليف بمحافظة الحديدة. وبحسب الوكالة فإن احتجاز السفن جرى حين كانت متوجهة من ميناء جيزان إلى ميناء بربرة في الصومال، مشيرة إلى أنه تم التأكد من أن طاقم السفن جميعاً في أمان. وعطفاً على حادثة الاختطاف، أرسلت الحكومة الكورية الجنوبية مدمرة قبالة السواحل اليمنية، وطبقاً لوكالة الأنباء الكورية فإن المدمرة التي تقوم بمكافحة القراصنة قبالة السواحل الصومالية من المتوقع أن تصل يوم الخميس إلى مكان الحادثة، وستتعامل مع الحادثة بمرونة اعتماداً على التطورات وما ستؤول إليه الأوضاع. نبدأ النقاش مع ضيفنا من مأرب الباحث في الشؤون الإيرانية الأستاذ عدنان هاشم. أهلا بك أستاذ عدنان. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. بداية لو تضعنا في قراءتك وكيف تتابع حادثة اختطاف السفن الكورية الجنوبية اليوم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باعتقادي بأن هذا هو تطور كبير للغاية. الحوثيين يحاولون أن يضغطون من أجل الحصول على ضغط دولي على المملكة العربية السعودية للوصول إلى اتفاق سلام. بالمقابل المجتمع الدولي يبدو بأنه سينظر إلى جماعة الحوثي باعتبارها ميليشيا مختلفة أو متمردة على المجتمع الدولي، وسيرفع من التأمين على السفن التي تمر عبر البحر الأحمر ومخاوف من اختطافها. باعتقادي بأن هذا سيضر الملاحة على المنطقة بشكل عام، وسيضر أيضا المرافق التجارية والمنطقة التجارية التي تمر بين ضيق باب المندب وقناة السويس. طيب أستاذ عدنان، لماذا هو تطور كبير؟ هل هي أول مرة تختطف فيها ميليشيا الحوثي سفن في البحر، أم التطور هو إرسال المدمرة لكوريا الجنوبية؟ التطور الكبير هو إرسال المدمرة الكورية، لكن باعتقادي بأن كوريا الجنوبية من الصعب أن تهاجم أو أن تحاول أن تستهدف الحوثيين بشكل كبير في جزيرة كامران، لكن في نفس الوقت ستحاول أن تضغط من أجل خروج السفينة وأيضا مواطنيها المحتجزين لدى الحوثيين. لكن أن يتم إرسال مدمرة من دولة خارجية من ضمن القوة الدولية الموجودة لمكافحة القراصنة في بحر العرب وقرب مضيق باب المندب، باعتقادي بأن هذا سيفتح الباب بشكل كبير من أجل أن في حال تم اختطاف أي سفينة قادمة إلى إرسال مدمرات قرب الساحل اليمنية، وهذا أيضا يعقد حل الأزمة داخل البلاد. طيب سأعود لك أستاذ عدنان، أرحب بضيفنا أيضا المحلل السياسي عبد الحفيظ الحطامي. أهلا بك أستاذ عبد الحفيظ.
مرحبا بك اخي سامي، اهلا وسهلا بضيفك الكريم. برايك ميليشيا الحوثي ما الذي تريده من وراء حادثه اليوم؟ اعتقادي ان ميليشيات الحوثي طبعا حاولت منذ 2017 تدويل المنطقه باب المندب والسواحل البحر الاحمر من خلال استهدافها لسفن تجاريه سواء كانت خليجيه او حتى امريكيه، ولكن في هذه الفتره الحرجه تحاول الميليشيات خلط الاوراق من خلال انظار الحديده ومحاوله ايجاد اكثر من اجنده اجنبيه في الحديده. الاخبار الاتيه من مدينه الحديده تتحدث عن عمليات تخندق للميليشيات وعمليات حفر وعمليات احتشاد وحشد. طبعا كل هذه الرسائل هي للداخل وهي للخارج، للداخل لعملية التعبئة والحشد من خلال خطابها الإعلامي بأنها تواجه المشروع الأمريكي والصهيوني في المنطقة كما تقول، وأيضا في محاولة للفت أنظار العالم إلى هذه الاستراتيجية والحيوية في البحر الأحمر، وربما تتسبب ميليشيات الحوثي إلى فعلا خلق بؤرة صراع جديدة ربما عالمية على الساحة اليمنية ضمن إدارة المنطقة، ضمن المشروع الإيراني الذي يدير المنطقة بعملية خلط الأوراق في المنطقة العربية التي تقف على فوهة بركان من صراعات متعددة. وبالتالي في اعتقادي بأن ميليشيات الحوثي تستفيد سوى من خلال تدخلات الأممية وتدخلات دول أخرى لها الصراع بين الروس من جهة في المنطقة والمتواجدة الأسرع من خلال تقاطع المصالح بينهما، إضافة للحلفاء بينهم في المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية عموما المنقسمة أيضا على المعسكرين. وبالتالي في اعتقادي بأن ميليشيات الحوثي تحاول أن تلفت أنظار العالم إلى هذه وتتو ربما قد ليست كوريا الجنوبية فقط، ربما تتواجد. طيب لفت النظر الذي تريد أنت تقول أن ميليشيا الحوثي تريد لفت نظر العالم يعني إليها، انعكاسات نعم. طيب تقول أنها تريد لفت النظر، انعكاسات هذه الحادثة وتبعاتها برأيك ستكون سلبية عليها يفترض؟ والله نعم، انعكاساتها في اعتقادي بأنها تزيد من تعميق الجرح اليمني، المزيد من خلق داخل الساحة اليمنية والعربية عموما، المزيد جعل الساحل البحر الأحمر أكثر توترا، المزيد من قلب قوات ربما أجنبية لكي تحمي مصالحها من عبر مضيق باب المندب وقناة السويس. بالتالي في اعتقادي بأن الميليشيات تحاول أن توجد لها أيضا حضور دولي وأن تتفاوض معها المتحدة، تتفاوض معها دول، وبالتالي تحاول أن تتجاوز الحكومة الشرعية فيما يتعلق بالسيادة الوطنية. وميليشيات الحوثي طبعا تتعاطى مع هذه القضية باعتبارها للأسف الشديد يعني بسلوك وبسلوك المافيا والمسلحين الذي في القرن الأفريقي الذي ذهب وتشارك هذه السفن في مواجهة الصوماليين، وربما يعني تتحول هذه للاسف الشديد لم تجرمها هذه اللحظه الامم المتحده ولم تجرمها حتى دول يعني كفرنسا كبريطانيا كامريكا تتحدث بصوره خجوله وبلغه خجوله فيما لو كان هذا مثلا حكومه شرعيه او اي دوله اخرى يعني ربما يعني تحدثت الأمم المتحدة، ربما شهدنا حضور واسع للقوات الأمريكية والقوات الأجنبية وغيرها، لكن فيما يبدو بأن خلف الأكمة وخلف الكواليس سيناريوهات لإعادة تشكيل المنطقة العربية، وربما تكون محافظة الحديدة إحدى هذا البؤر. لا تنسى أن اندلعت بسبب نزاع بسيط في إحدى مدن البوسنة والهرسك سابقا. طيب أستاذ عدنان هاشم، في كواليس هذه الحادثة هل ميليشيا الحوثي لديها القدرة والإمكانيات لإحداث هذه العملية من حيث إمكانية الرصد ومتابعة الملاحة؟
باعتقادي بأن اليمن كانت من قبل لديها خفر سواحل وأنها ما كانت ما زالت تعمل، لكن هناك فارق كبير فقط في أجهزة الرصد، ويبدو أن إيران زودت الجماعة بهذه الأجهزة خلال الفترة الماضية أو سنوات الحرب. أيضا يمكن النظر بطريقة أخرى إلى الحادثة، ربما أن تكون الحادثة حادثة معزولة، ويعتقد الحوثيون بأن هذه السفينة هي سعودية أو تابعة لمجلس التعاون الخليجي، ولم يكن مخططا أن تكون من كوريا الجنوبية، وبذلك سيحدث الجماعة حادث ارتباك، وقد يؤدي أيضا إلى إخراج هذه السفينة من قائمة السفن التي تحجزها. في نفس الوقت إذا كانت هذه العملية مخططة وتم استهدافها باعتبارها سفينة الكورية الجنوبية، باعتقادي بأن هناك عمل كبير تسعى له جماعة الحوثي من أجل استهداف المجتمع الدولي للحصول على ضغط على المملكة العربية السعودية في ظل المفاوضات بين الجماعة والمملكة العربية السعودية الموجودة في مسقط وأيضا في الأردن. طيب أعود للأستاذ عبد الحفيظ. أستاذ عبد الحفيظ، تحدث عن الرسائل التي أرادت ميليشيا الحوثي إرسالها سواء من الداخل أو للخارج من هذه الحادثة، ماذا عن رسالة كوريا الجنوبية بتحريك المدمرة من سواحل الصومالية إلى القرب من جزيرة كامران؟ طبعا هي رسالة لإيران ورسالة أيضا لميليشيات الحوثي بأن كوريا قادرة على استعادة السفن السفينتين، وبالتالي ربما أيضا الرسالة موجهة في اعتقادي ليس لميليشيات الحوثي فقط، ولكن لمن يقف خلفها لإيران، لأنها تدرك أن ميليشيات الحوثي لا يمكن أن تقوم بمثل هذا، تقدم على مثل هذا العمل الكبير إن لم يكن له ارتباط بصراع عالمي فيما يتعلق بين إيران والقوى الدولية الأخرى. وبالتالي كوريا طبعا ذهبت إلى مباشرة عبر وزير دفاعها إلى المملكة العربية السعودية، وتؤكد أيضا وقوفها مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي هناك محاولة يعني خلط الأوراق، وفي اعتقادي بأن هناك يعني كواليس من يقف خلف هذه الحادثة. لا أستطيع ولا أقدر ولا أستطيع عاقل أن يتحدث بأن ميليشيات الحوثي قامت بهذا العمل فقط بمجرد فعل شخصي أو فقط، لكن في اعتقادي بأن ما وراء الأكمة تقف هناك أجندات دولية في محاولة لتدويل البحر الأحمر، وهذا هدف استراتيجي لكافة القوى الاستعمارية السابقة بالنسبة لموضوع باب المندع، على اعتبار أنه ممر دولي وهام واستراتيجي في المنطقة العربية. وفي اعتقادي بأن ربما تتداعى دول أخرى أيضا للوصول إلى هذه المناطق، وربما تتواجد قوات أجنبية أخرى بمحادثة الساحل الغربي. لكن ثمة هناك سؤال، أين القوات التحالف العربي التي تتواجد بالزوارق وتتواجد أيضا بالقوات البحرية الكبيرة التي تخوض المياه الإقليمية قرب سواحل شواطئ مدينة الحديدة من وأيضا ميناء المناطق الساحلية في أبو زهر واللحية والخوبة الساحلية وغيرها امتدادا إلى المخا جنوبا طبعا لمدينة الحديدة، أين كانت هذه القوات البحرية التي تراقب، التي عادة ما كانت أيضا للميليشيات داخل مدينة الحديدة؟ هذا يضع علامة استفهام كبيرة فيما يتعلق بالمشهد الذي يتداعب بشكل سريع على الساحة اليمنية. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الحفيظ الحطامي المحلل السياسي، كنت معنا من المأرب، شكرا لك. أعود أستاذ عدنان هاشم. يقول أستاذ عبد الحفيظ أن الحادثة هي ليست فعل شخصي من قبل ميليشيا الحوثي، وأن هناك أجندة دولية ربما وراء هذه الحادثة، هل تتفق مع ذلك؟ وبرأيك من ربما من مصلحته ما حدث؟ باعتقادي بأن الحادثة إذا كانت ضمن أجندة دولية فإن إيران هي من تقف خلف هذه العملية. إيران تحاول أن تجعل من منطقة البحر من المنطقة بين البحر الأحمر وأيضا مياه الخليج العربي منطقة متوترة للغاية من أجل فك رفع العقوبات عنها، وأيضا إجبار المجتمع الدولي على التفاوض معها خارج سياقات ما تطرحه الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة التفاوض حول الاتفاق النووي الإيراني. باعتقادي بأن خلال الفترة القادمة سنعرف كثيرا حول تطورات هذا الوضع بخصوص علاقته بإيران وبالحوثيين، لكن في نفس الوقت بالتأكيد بأن الحوثيون يتحركون في المياه الدولية أو في المياه الإقليمية اليمنية وفي رقابات إيرانية بشكل كبير. خلال الفترة الماضية تم استهداف مدمرات أمريكية
بصواريخ من السواحل اليمنية أنكر الحوثيين فعلتهم، لكن الولايات المتحدة أكدت أكثر من مرة عدم ذلك، أيضا استهداف السفن وأيضا زراعة الأرغام التي تبدو بشكل كبير من خلال تركيبتها بأنها تابعة لحزب الله، وسبق أن استخدمها حزب الله بنفس الكيفية في مياه الخليج خلال حرب النقلات. طيب أعود لك أستاذ عدنان، ينضم إلينا من إسطنبول الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل مساني. أهلا بك دكتور عادل. أهلا وسهلا حياك الله. بداية قراءتك لتبعات حادثة اختطاف السفن الكورية. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أن هذا يعتبر خطر كبير وتهديد للملاحة الدولية، ويؤكد أيضا على أن ممارسات الحوثيين هم ممارسات إرهابية بلا شك، وهذا الحادث أيضا ليس له يعني أي مبرر. الأجواء هذه إلا أن يبدو أن الحوثيين يشعرون بأزمة نفسية جراء الانتفاضة الكبيرة في داخل إيران، ويريدون التنفيس عن إيران، أو ربما بإعادة من الإيرانيين أنفسهم الذين يتهمون دول الخليج وأيضا المجتمع الدولي وراء ما يسمونه الفتنة داخل إيران، وبالتالي أوعزوا إليهم بتهديد الملاحة في عرض البحر، أو ربما للاتفاق الذي تم في جدة وربما بدأت تداعياته الآن من خلال عودة الحكومة إلى اليمن. أثار هذا حفيظة الحوثيين وبدأوا يحركون يعني هذه الفوضى في عرض البحر، وبالتالي أعتقد أن تداعياتها خطيرة، لأن المجتمع الدولي أصبح يدرك أن هذه الحركة أصبحت مهدد كبير ومستفز للملاحة البحرية والأمن والسلم الدوليين، خاصة أن هذا الحادث يأتي يعني بعد حوادث كثيرة استهدفت السفن في عرض البحر، وأيضا أن هذه الميليشيا يعني على مقربة من باب المندم التي يعتبر أيضا يعني منفذ أساسي ورئيسي لأهم البواخر والسفن المحملة بالنفط للصين وكوريا والهند والمجتمع الدولي، وبالتالي يعني ترك هذه الميليشيا تمرح وتسرح في عرض البحر مثل تهديد خطير للغاية للملاحة الدولية. المجتمع الدولي المفترض يتحرك جراء هذا التهديد وهذه الخروقات المستمرة في البحر الأحمر. طيب أستاذ عدنان هاشم، إذن هذه الحادثة تقرأ في سياق تهديد الملاحة الدولية، هل فقط الخيار المتاح والوحيد اليوم أمام المجتمع الدولي أنه مجبر على التفاوض مع إيران ومع ميليشيا الحوثي، أم بيده خيارات أخرى؟ طيب يبدو أنه سنعود التواصل بالأستاذ عدنان هاشم، لكن أعود مرة أخرى لضيف الدكتور عادل المسني. دكتور عادل، من حيث التوقيت هل الدلالة فقط هي أن الهدف من هذه العملية هو التنفيس عن إيران فقط مع الأحداث التي تحدث هناك في الداخل الإيراني؟ هي في الحقيقة يعني أحد جوانبها فعلا تنفيس على إيران، والأمر الآخر تريد إيران أيضا عبر أذرعها في المنطقة يعني أن تؤكد على مسائل كثيرة أهمها، أنه بإمكانها إقلاق المجتمع الدولي، أنه بإمكانها أيضا إقلاق الملاحة البحرية الدولية، بإمكانها أيضا تهديد المجتمع الدولي. إيران ليست لقمة سهلة، هكذا هي الرسالة التي تريد إيران إيصالها المجتمع الدولي، واستخدمت الحركة الحوثية أيضا محطات كثيرة تعرضت لها الإيران لحرك في الداخل، وأيضا يعني جراء العقوبات المفروضة عليها كانت تحرك دائما أوراقها ومنها الحوثيين عبر أيضا استهداف الملاحة في البحر الأحمر واستهداف أيضا العمق السعودي. الحركة الحوثية تمثل يعني ورقة متقدمة لإيران، تستخدمها دائما متى ما تشعر بأزمات، ويبدو أن إيران الآن تعيش أكبر أزمة في داخلها من خلال هذه الانتفاضة الكبيرة التي جاءت على جراء أزمة اقتصادية أو فشل اقتصادي ذريع تعيشه إيران، وبالتالي إيران تريد أيضا خاصة أنها تتهم كل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج بأنها هي من تغطي هذه الانتفاضة في داخلها، وبالتالي تريد أيضا الرد عبر أيضا التهديد الملاحة البحرية. الأمر الآخر يعني إيران تريد أن تبتز المجتمع الدولي، تريد أن تقلق المجتمع الدولي، تريد أن تقلق الأمن والاستقرار وتربك أيضا الملاحة البحرية عبر أيضا ميليشياتها والموجودة في اليمن. طيب دكتور عادل، إذا كانت هذه الحادثة تهدد الملاحة الدولية، لماذا لم نشهد حتى الآن أي إدانات من المجتمع الدولي لها؟ المجتمع الدولي في الحقيقة تعامل مع هذه الحركة ببرود، وهو الذي يشجعها على التمادي على هذه الخروقات. الجميع يدرك أن الحركة الحوثية يعني كانت مدعومة ولا زالت تدعم من قبل المجتمع الدولي وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت ودعمت الحوثيين في اليمن وفرضت أيضا يعني هذه الحركة على الشرعية اليمنية وعلى التحالف، ولا زالت تحميها وتحافظ عليها.
كأحد الأوراق المهمة في المنطقة، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية بتوجهاتها الجديدة هي تقوم على دعم الأقليات في المنطقة ومنها الحركة الحوثية في اليمن، وبالتالي هي تدعمها وتدللها في مواقع كثير. هذا التدليل هو الذي يدفع الحوثيين دائما على التبكح وعلى التكرر، أيضا على استهداف الملاحة البحرية وإقلاق الأمن في البحر الأحمر. لكن يبدو أن الاستمرار في هذه الخروقات والتمادي ربما يجعل الولايات المتحدة الأمريكية وربما أيضا يعني يكبر المجتمع الدولي على التعاطي مع التداعيات الخطيرة التي ستنجم عن الحركة الحوثية، خاصة وإذا ربطت أيضا بالجانب الإيراني الذي يعيش أزمة حقيقية وربما يندفع أكثر تحت وطأة هذه المتغيرات في الداخل الإيراني إلى استهداف أكبر للملاحة البحرية، وبالتالي سيدفع المجتمع الدولي لتعاطي مختلف مع الحوثيين. طيب إذا حاولنا قراءة السيناريوهات التي ستؤول إليها هذه الحادثة وهذه الأزمة، وأخذنا بعين الاعتبار التصريح الصادر عن الخارجية الكورية الجنوبية أنها ستتعامل بمرونة وستتواصل وتنسق مع الدول الحليفة من أجل إنقاذ مواطنيها. في الحقيقة السيناريو الآن الواضح أن الحوثيين الآن يعلنون بأنهم سيفركون عن هذه السفن، وهذا هو الواضح الآن، خاصة أن هناك تهديد كبير من قبل الكوريين بأنهم سيرسلون أيضا بمدمرة إلى البحر الأحمر. وأعتقد أنه كان رد الفعل الحوثي واضح بأن هذه إذا كانت السفن تتبع كوريا فإنه سيتم الإفراج عنها، وهذا السيناريو الأبرز الآن. لكن أعتقد أن حتى إذا تم الإفراج عنها فإن الحوثي قد فشلوا أيضا في مساعيهم، كانوا يريدون أيضا رسائل معينة، لكن يبدو أنه الآن المجتمع الدولي كوريا دول التحالف الجميع الآن بدأ يشعر بقلق جراء هذا التهور من قبل هذه الحركة الحوثية، خاصة قلنا يعني ارتباطها الكامل دائما مع التوجهات الإيرانية والإعاد الإيراني الذي يستهدف في الحقيقة إلى إثارة الفوضى في المنطقة سواء في الخليج أو في البحر الأحمر وتهديد الملاحة البحرية وضرب أيضا السفن المحملة بالنفط. ومن هذه الزاوية هناك قلق كبير للمجتمع الدولي، هناك تحسس كبير من رأس الأفعى إيران التي تحرك هذه الأدوات في المنطقة وتقلق أيضا الجميع. وبالتالي يعتقد أنه إذا ربطت هذه الحادثة في ما يجري داخل إيران فأن القلق لا زال قائما، لأن إيران لا زالت تتعرض لتهديد كبير لاحتجاجات واسعة وربما يدفعها إلى التنفيذ أكثر عبر هذه الأدوات وإلى قلق المجتمع الدولي أكثر. شكرا جزيلا لك دكتور عادل المسني الباحث في العلاقة الدولية، كنت معنا من اسطنبول. في الختام تحية طاقم برنامج الحلقة ومنتج حلقة اليوم ماهر أبو المجد، في أمان الله.